زواج الإمبراطورة مريم الزماني من الملك المغولي جلال الدين أكبر كيف تم وكيف تحدث عنه المؤرخون؟ عن هذا الموضوع أعزائي سيكون هذا الفيديو من قناتنا منارة الثقافة في إطار نشر جزء ثاني من سلسلة الملكة جوداباي. لكن قبل أن نواصل ندعوكم طبعا إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الأعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. تم الزواج سياسيا بين الملك جلال الدين أكبر وهيراك نور أو هيرا باي المعروفة في عصرنا بجودة باي بسبب أن راجا برمال والد جودها باي يتعرض لمضايقات شديدة على يد شريف الدين صهر جلال الدين أكبر وأولاده أصبحوا في يد شريف الدين هذا، ولذلك طلب راجا برمال المساعدة من جلال أكبر. كان الإمبراطور المغولي أنذاك في طريقه إلى أجمير شريف وذلك طبعا لزيارة الضريح كعادته، وأثناء مروره طلب راجا برمال مساعدته ومقابلته. وافق جلال الدين أكبر على الفور، أمر رجاله باستقبال راجا برمال بكل احترام وتوقير وبالغ في الحفاوة به. وأثناء المناقشات اقترح جختاي خان يزوج برمال ابنته الكبرى لجلال أكبر. كان جختاي صاحب الاقتراح شخصا ذو منصب واحترام كبير، وقد وافق الطرفان على اقتراحه. جودها باي أو هيرا باي أو هير كوناري كانت أغلى أميرة في ذلك الزمان وتلك المنطقة، وقد كانت جوهرة النساء في الهند. تم تخطيط للزواج في 20 يناير، وبعدها تم التحضير للزواج في سمبار في 6 يناير. وأصر راجا برمال والد جودة على جلال أكبر ألا تترك ابنته دينها أبدا ليقبل الإمبراطور المغولي بهذه الشروط. في كتاب جلال أكبر ناما خصص جلال فصلا كامل للحديث عن تفاصيل زواجه من جودة باي. وهكذا فإن جودة باي هي الملكة أو الإمبراطورة الوحيدة التي كتبت تفاصيل زواجها في السيرة الذاتية لزوجها الملك. كتب البدواني وهو مؤرخ البلاط في عهد جلال الدين أكبر ما يلي حول زواج جلال وجودة باي: أعطى برمال ابنته اللطيفة في زواج مشرف للإمبراطور. وكتب نظام الدين أحمد وهو مؤرخ معاصر لجلال أكبر: تم زواج ووضعها الإمبراطور في مرتبة رفيقات مكرمات. أما المؤرخ ساكسينا فقد قال: لم يكن هناك زواج مثمر وسعيد كما هو حال زواج جلال الدين أكبر وابنة برمال. وبعد زواجها أعزائي ذهبت جودها باي بكل تقاليدها ومعتقداتها إلى بلاط المغول. كانت متمسكة بلباسها وثقافتها ومعتقداتها، وكانت متشبثة تماما بدينها ومقدساتها وعاداتها. هكذا كانت أعزائي تفاصيل زواج جودة باي من جلال أكبر حسب المؤرخين. أنجز هذا البحث مجموعة من الباحثات في التاريخ المغولي. أشكركن كثيرا، وإلى اللقاء في أجزاء أخرى من سلسلة عن هذه الملكة العظيمة. نتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم. تحياتي أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.